أهلا بكم. تفتح معارض أهل رمضان بالمحافظات أبوابها أمام المواطنين في منتصف الشهر الجاري، حيث سيتم إنشاء 3 معارض رئيسية بكل محافظة كحد أدنى، بالإضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة، علاوة على من يريد من أصحاب منافذ جمعيتي. وأشارت الحكومة إلى أن السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية ستشارك في معارض أهل رمضان وبركن خاص لتوفير السلع وإتاحتها للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة. ووجهت الحكومة هيئة السلع التموينية بسرعة التعاقد على كميات كبيرة من الزيت والسكر الخام لتكريرها في المصانع التابعة، بالإضافة إلى الأرز أيضا، بما يعزز من الأرصدة الاستراتيجية. اتفقت مصر وبلغاريا على تبادل الزيارات بين الشركات من الجانبين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. جاء ذلك خلال استقبال وزير الاتصالات عمرو طلعت وزيرة الابتكار والنمو ببلغاريا ميلينيا استوتشيفا والوفد المرافق لها لمناقشة فتح آفاق للتعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين. وناقش الوزيران آليات التعاون في مجال تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة باستخدام التقنيات الناشئة مع التركيز على تقنيات الذكاء الاصطناعي. استقبل وزير البترول طارق الملا وزيرة الطاقة البلغارية والمفد المرافق له، والذي يزور مصر حاليا ضمن وفد رفيع المستوى من المسؤولين البلغاريين. تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المقترحة بين الجانبين والفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات البترول والغاز والتعدين والهيدروجين والطاقة الخضراء. وأكد وزير البترول لنظيره من بلغاريا أن متطلبات الأسواق العالمية هي ما تحدد توجهات صناعة الطاقة العالمية، وأن الهيدروجين والطاقات النظيفة تحتاج إلى تزايد الطلب عليها من أجل تشجيع تنفيذ المشروعات الخاصة بها. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط محققة مكاسب أسبوعية بنحو 6% وسط التوترات المستمرة في الشرق الأوسط. وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 69% لتبلغ $82.19 للبرميل. كذلك ارتفعت العقود الأجلة للخام الأمريكي بنسبة 81% لتصل إلى $76.84 للبرميل. وارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.98% لتسجل $2.94 للتر. في المقابل هبطت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.65% لتبلغ $1.85 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. تخلى المستثمرون عن الأسهم الأمريكية واتجهوا لشراء الأسهم الصينية خلال الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء الماضي. وفقا لبيانات صادرة عن بنك أوف أمريكا، شهدت الأسهم الأمريكية نزوحا للتدفقات بقيمة $15.6 مليار في الأسبوع المنتهي في 7 فبراير في أكبر وتيرة منذ سبتمبر 2023. على الجانب الآخر، شهدت الأسهم الصينية تدفقات قياسية بقيمة $18.8 مليار خلال الفترة ذاتها. سجل التضخم في ألمانيا تراجعا في يناير الماضي بوتيرة سنوية مسجلا أدنى نسبة منذ 2021، ما قد يدفع البنك المركزي الأوروبي إلى خفض معدلات الفائدة لاحقا هذه السنة. وأكد أو أعلن المعهد الفيدرالي للإحصاءات ديستياس تراجع مستوى ارتفاع أسعار الاستهلاك بنسبة 0.8 نقطة مئوية بالمقارنة مع ديسمبر، حين ازدادت بنسبة 3.7% على أساس سنوي بعد 5 أشهر من التراجع على التوالي. هذا ويتسارع تراجع التضخم في أكبر قوة اقتصادية أوروبية بعدما بلغ ارتفاع أسعار الاستهلاك نسبة 9% قبل عام، مسجلا متوسط 5.9% في 2023. نهاية أخبار اقتصاد من جديد، أعود إلى صحر ومرنا. شكرا لك محمد.